لعلم حضرتك انا بقالي فتره كبيره قوي برفض الظهور في الاعلام نهائيا. الفضائيات لمت قوي بصراحه، بس انا ما اقدرش اقول لا للاستاذه منى الشاذلي ابدا. بس ده مش برنامج استاذه منى، قصدي يعني ما اقدرش اقول لا للاستاذه ريهام سعيد. هو انتوا فعلا حاله انسانيه، بس ده مش برنامج استاذه ريهام برضه. ايوه صح، ايوه قصدي يعني اني ما اقدرش اقول لا ابدا للاستاذ عمرو اديب. ما تضيعش قوي كده يعني. استاذ عمرو هيسيب برنامجه وينزل يعمل معاك فقره ليه يعني؟ رونالدو، ميسي، مين دول يا كابتن؟ احنا مش ايه كابتن دي، ما تتكلم كويس يا ابني، شايفني بشورت يعني؟ مش حضرتك كابتن طيار؟ صحيح، ايه ده انا قفشت ليه كده؟ حضرتك المهم يعني انا كنت عايز افهمك اني ما اقدرش اقول لا للاستاذ خيري رمضان. طب امال حضرتك بتقدر تقول لا لمين طيب؟ هو انتوا برنامج ايه بالظبط؟ احنا برنامج سبعة سياحة، وعايزين نعمل مع حضرتك وفريقك تقرير عن الشخليلة. اسمها الفريرة، الفريرة يا برنس. برنس، انا المعد يا استاذ. وايه المعد ده؟ لا مؤاخذة مش فاهم. المعد يعني من الاعداد يعني. يعني كنت من اعداد القادة يا خي. كل عيش كل عيش، انت في منطقتنا. الاستاذة المذيعة فين؟ ايه الناس دي؟ يلا قبل ما يموتونا. وتبقى اعداد ميت. يا مدام عزة. أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم سبع سياحة. النهاردة إحنا في مطار إمبابة عشان نشوف الاختراع اللي حير العلماء وقطع الأشلاء وبعتر الأشياء. يا ساتر يا رب. البقليلة. كابتن عزوز صاحب ومدير وقائد البوليكا، ممكن تحكي لنا كيف نشأت البوليتيكا؟ الفريرة يا أستاذة، الفريرة حلم جدي ومشروع وكل حاجة بالنسبة له. والفريرة يا سيدتي مش مجرد بتاع، دي تاريخ، دي قصة كفاح مش جاية على المرتاح، يعني عرق دم دموع. خلاص بقى حاج عزوز، قطعت قلبي. بكرة تفرك وورشة الخردة بتاعتك ترجع تتملي بضاعة من أول وجديد، وتبقى الأشياء معدن. أنا بس بقى عيط علشان عندي فلات فوت ورجلي وجعتني من كتر الفرق. خدت بالك من الدموع؟ لسه العرق والدم هنجيلهم في القصة. اسمع. لا، والفلات فوت بيحز في نفس الواحد بالجامد فعلا. بس بالحق، هو احنا بنفرق في الشوارع ليه من صباحية ربنا؟ أنا نفسي اتقطع وبصب عرق. أهو العرق أهو، صحصحي بقى للكلام كده معانا. واحنا بندور على إيه بالظبط؟ أنا بسأل عشان لو لقيته أعرف وأفرح وكده. بدور على إلهام. إلهام؟ إلهام مين؟ إلهام يا سيد يعني فكرة، إشارة، علامة، حاجة ترشدني، تدلني، تنورني. إيه ده؟ الله أكبر، اخيرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب. الحمد لله على كل شيء طبعا. بس انت بتتكلم على المروحة؟ هي دي الهم؟ انا خلاص عرفت هنشتغل ايه. يلا يا عم سيد، احنا هنبطل نشتغل في الخردة، احنا هنعمل طيارة، وادي اول قطعة فيها، المروحة الجانبية. شكرا على العلامة يا رب، شكرا يا رب. طيارة؟ لا بقى، انا نفسي في غواصة. انت جيت في جمل، أعملها لك طيارة وغواصة كمان. شكرا يا رب. أنا سمعت كل حاجة،
وما فهمتش أي حاجة طبعاً كالعادة. بس بما أن الحاج عزوز قال طيارة والحاج سيد قال غواصة، أنا بقى بقول إن هي سفينة. وهزيد برضو في الزيتة. وهو فيه أحلى من الأسفلت وعفاريت الأسفلت. ما نحط رجلنا على الأرض ونخلينا واقفين كده على حاجة سوليد. وعربية، عربية علشان نعناها ما تزعلش. هتبقى أسرع طيارة وغواصة وسفينة وعربية فيك يا مبابة، وهسميها الفريرة. أخيرا يا رجالة، بعد سنين وسنين من التعب والعرق والدموع قدرنا نحقق حلمنا ونصنع الفريرة. انت فيك شيء لله يا حاج عزوز. فاكر العلامة؟ فاكر المروحة اليمين دي؟ معقول انسى يا سيد؟ صدفة زي دي ربنا بعتها لي علشان اغير حياتي كلها. مين يقول اني ممكن اتكعبل في مروحة طيارة وانا بدور على حلمي؟ حلمي؟ انت مش فهمتني انك بتدور على الهام. يلا مش مهم، المهم ان العلابة غيرت حياتنا كلنا. تلاقيها كانت مروحة طيارة قديمة من مخلفات الحرب العالمية الاولى. يرزق التعبان في الشق. تصدقوا انا اول مرة اسمع حكاية المروحة دي. هين عقلك المحدود يا بنت يا حاجة نعناعة، ما كانش ممكن يستوعب عظمة الموقف ولا جلال العلامة ولا يوه. ده شفاط الحمام بتاع امي، اصلك انا رميته ديك النهار في المطار علشان يعني قدم وبدا يخرف ويلخبط ما بين الشفط والطرد، والصراحة الموضوع ده عمل ماشي. شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام مامتك يعني ايه؟ مفيش علامة؟ كنت ماشي ورا سراب. انت مش إلهام ولا حلمي؟ ومات جدي بصدمته، بس قبل ما يموت وصاني بشدة إن السر ده لازم يموت معاه، وإني أنسى كل الكلام ده تماما، وإن مفيش مخلوق يشم خبر عنه، وإني أكمل اللي هو عمله وأحقق له حلمه الفريرة. وعلشان كده أنا صممت إن كل الناس تعرف قصته علشان أخلد ذكراه و لا ما شاء الله نبيها قوي، بتنفذ وصيته بالحرف. دي قصة مؤثرة جداً جداً فعلاً. أما قصة عبرة صحيح. قلتلك إنما إحنا شفنا الدموع والعرق بس، فين الدم؟ هي مش المروحة وقعت على رجله؟ يبقى كده اتعور وخر الدم. كات، الإعداد فين يا إخوانا؟ مش تحضروا شغلكم قبل ما أجي أصور؟ ده كلام ده؟ قالك دموع وعرق ودم وشفاط؟ شفاط إيه بس؟ هلا هي قفشت ليه كده بس؟ ما بتستحملش منظر الدم؟ جمهوري يقول علي ايه؟ افلس؟ ما تهدي علينا حبة عسلية. عسلية؟ طب اغسل لها وشها كده واتفرج عليها، هتلاقيها شبه سامح حسين. جده عنده فلات فوت؟ لو مش هنقدم للناس حاجة ليها قيمة يبقى نقعد في بيوتنا. طب والله نظرية برضو. شوفولي لو نلحق نروح نسجل مع الفنانة التي أثار الفستان التي ارتدته في عيد ميلادها سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، أو الفرخة اللي بتكتب حكم وأقوال مأثورة بالحبوب مكياج. وأنا اللي كنت بدأت أتأثر؟ طب والله الفلات فوت كان أعمق. طب ينفع نيجي معاك نشوف فستان الفنانة؟ يا أستاذة يا أستاذة أستاذة.